أو قرنت بما يلائمهما معا. هنشوف الأمثلة ونشوف. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قال هنا يومئذ يموج في بعض، شبه اضطراب هؤلاء القوم وتدافعهم بتلاطم الأمواج. هو الناس يموج بعضهم في بعض، يبقى تلاحم هؤلاء الناس واختلاف الناس وتعاون الناس أو 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 شد والجذب بين الناس شبهه بتلاطم الأمواج. والاستعارة هنا لم تقترن بما يلائم لا الأمواج ولا اختلاف الناس مع بعضهم البعض، فهي استعارة مطلقة. تمام. طيب لما يقول الاستعارة قرنت بما لا يلائم ما يلائم الطرفين، يبقى المطلقة ألا يذكر ما يلائم الطرفين، المشبه والمشبه به، أو المستعار له والمستعار منه، أو قرنت بما يلائم الاثنين، فكأن الاثنين لما يذكروا بيتساقطوا. قال الشاعر: رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر ظواهر جلدي وهو للقلب جارح. رمتني بسهم ريشه الكحل. هو المقصود من السهم ايه؟ بيتحدث عن المرأة. رمتني بنظرة مثل السهم، يبقى شبه النظرة بالسهم، يبقى المشبه اللي هي النظرة اللي نظرة العين او بنظرة العين، والمشبه به اللي هو السهم. اللي ذكر ما يلائم المشبه وما يلائم المشبه به. فكلمة الكحل رمتني بسهم ريشه الكحل ده يناسب العين اللي هي نظرة العين المشبه. طيب رمتني بسهم ريشه، الريش هذا الذي يوضع في آخر السهم يناسب السهم، فذكر فيها ما يلائم المستعار له والمستعار منه، إذا تساقطا، لما ذكر ما بينهما تساقطا، يبقى هذه استعارة مطلقة. المرشحة ما قرنت بما يلائم المستعار منه والمشبه به، دي استعارة إيه؟ مرشحة، استعارة مرشحة، ودي أبلغ أنواع الاستعارات الثلاثة. يعني هذكر ما يلائم النوع المشبه به اللي هو الطرف الثاني. طيب مثال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. هما بنقول اشتروا الضلالة، اشتروا الضلالة ولا اختاروا الضلالة؟ اختاروا الضلالة، يبقى هنا شبه الاختيار بالاشتراء وحذف المشبه واستعار المشبه به له، واشتق من الاشتراء اشتروا بمعنى اختاروا. طيب ده الاشتراء هنا مشبه به، طيب اللي هو الاشتراء ذكر ما يلائم هذا الاشتراء. نعم، قال فما ربحت تجارتهم وأسند الربح للتجارة، يبقى هذا يلائم الاشتراء، هذا يلائم المشبه به، إذن هذه الاستعارة مرشحة. اهدنا الصراط المستقيم، شبه الإسلام بالصراط وحذف الإسلام وذكر الصراط ثم ذكر ما يلائم الصراط ووصفه بكونه مستقيما، إذن هذه استعارة مرشحة، يبقى هذه أبلغ أنواع الاستعارات. هذه الاستعارات قد يأتي فيها سؤال: اذكر أنواع الاستعارات باعتبار اللفظ المستعار، باعتبار ذكر الطرفين، باعتبار ذكر المشبه والمشبه به، الفرق بين الاستعارة والكذب، الفرق بين الاستعارة والكذب، نوع القرينة ايه، قرينة لفظية حالية، استحالة المعنى بين مع ذكر مثال، بعض الأسئلة اللي ممكن تكون في مثل هذا الباب. الكناية، وده آخر حاجة في علم البيان، هذا هو العلم الأول في علم علوم البلاغة. الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه. الفرق بينها وبين المجاز ايه؟ ان المجاز بتضع فيه قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، لكن في الكناية يجوز لك أن تقصد المعنى الحقيقي. فقلنا محمد كثير الرماد، محمد كثير الرماد معناها إيه؟ معناها إن عنده رماد كثير مخلفات النار، وعنده بيوقد نار كثيرة، إذن يطبخ كثيرا، إذن يزوره ناس كثيرون، إذن هو كريم. المعنى المقصود هو كريم، لكن هل هذا ينافي إن يكون عنده رماد كثير؟ لا ينافي هذا. يبقى إذن في الكناية مع إرادة المعنى الحقيقي، لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع إرادة المعنى الحقيقي. طيب أنواع الكناية وأقسام الكناية، قال لي كناية عن صفة، كناية عن موصوف، كناية عن نسب. كناية عن صفة إن أنا أذكر الموصوف وأنسب إليه صفة، لكنني لا أريد هذه الصفة ولكن أريد صفة تستنتج من فعل الموصوف لهذا الفعل. لما أقرأ في القرآن الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه، يبقى أنا ذكرت الموصوف اللي هو الظالم ونسبت إليه بعض الأفعال يعض الظالم على يديه. هل أقصد هنا العض الحقيقي أم أقصد ما يترتب على ذلك من الندم والحسرة؟ يبقى هذا التعبير الذي ذكر فيه الموصوف ونسب إليه بعض الأفعال المقصود به الكناية عن الحسرة والندم، هذه كناية عن صفة. طيب قال الشاعر:
وتضحي ها وتضحي فتية المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضل. كل عبارة كناية. تضحي فتية المسك يعني هذه المرأة، يعني أراد الشاعر أن يعبر عن ثراء وسعة ورفاهية هذه المرأة. تضحي في وقت الضحى عن فتية المسك في الفراش، عندها في فراشها رائحة المسك كثيرة ويبقى منه أثر هذا المسك في الصباح، ده دلاء كناية عن سعة نعمها. وبيقول نؤوم الضحى، يعني هذه المرأة لا تستيقظ مبكرا وإنما تستيقظ إيه في وقت الضحى، دي كناية على أنها مترفة مخدومة عندها من يخدمها، لا تستيقظ مبكرا. لم تنطق عن تفضلي كناية عن رفاهيتها ونعمتها، لم تشد النطاق على وسطها للعمل، وكناية على أن هناك من يخدمها. يبقى هذه كنايات عن صفة. كناية عن موصوف، إن أنا بذكر صفة وأذكر نسبة ولا أصرح بالموصوف. في القرآن الكريم يقول لي إيه؟ أو من ينشأ في الحليات وفي الخصام غير مبين. من الذي ينشأ في الحلية والزينة وهو في الخصام غير مبين؟ يعني يربى على أنه لا يجادل في الخصام ويكون طيعا للرجل، المرأة. يبقى تنشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، هذه كناية عن المرأة، يبقى كناية عن موصوف. ومن قال الشاعر ومن في كفه منهم قناة، القناة أداة الحرب، كمن في كفه منهم خضاب اللي هو الحنة، يعني بيقول بيزم هؤلاء القوم ويقول من في كفه منهم سلاح مثل من في كفه منهم حنة، يعني بيقول رجال هؤلاء الناس مثل النساء لا يستطيعون فعل شيء. يبقى الأول كناية عن الرجال من في كفه منهم قناة، والثانية كناية عن النساء، تمام. يبقى هذه كناية عن موصوف. كناية عن نسبة بقى، كناية عن نسبة، أترك الصفة أترك الموصوف وأنسب الصفة لشيء متعلق بالموصوف، ملك الموصوف. يعني أنا مثلا مش هقول له أنت ذو شرف أو أنت لديك شرف، عندك شرف، أقول العز في بيتك، الشرف في منزلك. أنا نسبت الشرف في البيت والمنزل، والمعروف أن المنزل والبيت ملكك، فإذا نسبت الصفة لشيء هو خاص بالموصوف فبيسمى كناية عن نسبة، يعني أنك تنسب الصفة لشيء هو متعلق بالموصوف ومالك له. أو إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي، يبقى السماحة والمروءة والندى كانوا في هذه القبة، هذه القبة خاصة بابن الحشرج، يبقى إذن أنا نسبت لي هذه الصفات ولكن ليس بالطريق المباشر، ولكني نسبتها إلى شيء ملك له، هذا القبة ملك له، وبالتالي هو كناية عن نسبة. المبحث التالي هو ما يتعلق بعلم البديع. علم البديع علم المحسنات والجمال والزينة بقى اللي بيختم به علوم البلاغة. هذا العلم عرفه العلماء بأنه علم يبحث فيه عن وجوه تحسين وتزيين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، يعني بعد علم المعاني وبعد علم البيان. والمحسنات قسمين، محسنات معنوية ومحسنات لفظية. المحسنات المعنوية يعني المحسنات فيها راجعة أولا إلى المعنى ثم إلى اللفظ، والمحسنات اللفظية راجعة أولا إلى اللفظ ثم إلى المعنى. الطباق من محسنات المعنوية، الطباق والمقابلة. الطباق أمر سهل جدا، إن أنا بقابل بين كلمتين متضادتين، كلمة وكلمة، من حيث الصياغة قد تكون الكلمتان اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين. يعني مثلا أجيب اسمين وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظا ورقود، قل هل يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. يبقى هنا اسمين، أنا بقابل بين اسمين. أقابل بين فعلين، قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تؤتي وتنزع، تعز من تشاء وتزل من تشاء، تعز وتزل. يبقى أنا قابلت بين فعلين متضادين، هذا يدل على طلاقة القدرة الإلهية، وأنه أمات وأحيا، وأنه أمات وأحيا، وأنه أمات وأحيا، وأنه أضحك وأبكى، أضحك وأبكى، وأمات وأحيا، فعلين. أو مختلفين، أو حرفين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها وعليها، لها ده تعني المنفعة، عليها المضرة، فقابل بين حرفين. أو مختلفين، أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا اسم، أحييناه فعل، قابلت بين اسم وفعل، يبقى دي طباق، تمام. إن من خوفك حتى تبلغ الأمن خير ممن يؤمنك حتى تبلغ الخوف، تمام. يبقى إيه؟ تحيي الموتى، فعل واسم. باعتبار الإيجاب والسلب قال لي نوعين، طباق إيجاب وطباق سلب. طباق إيجاب
يعني مثبت لا نفي فيه، لابد أن يكون بين فعلين متضادين أو متقابلين حتى لو كان فيهما نفي. مثلا هو الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الظلمات ضد النور، تمام، الأعمى والبصير، تؤتي ها وتنزع، تعز وتزل، حتى لو كان فيهم سلب لابد أن يكون اللفظين متضادين، يبقى طباق إيجاب، أهو الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا ثم لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت ولا يحيى، يبقى أنا عندي طباق بين يموت ويحيى حتى لو كان فيهما نفي، هذا طباق إيجاب. طيب طباق سلب، الطباق السلب الجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، يعني أنا أجيب الفعل نفسه مثبت مرة ومنفي مرة، قل هل يستوي الذين يعلمون، يعلمون، ها قل هل يستوي الذين يعلمون، الذين لا يعلمون، يبقى أنا عندي يعلمون ولا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من شيء، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يبقى أنا هنا في فعل مثبت يعلمون وفعل منفي لا يعلمون، وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول، يبقى ننكر لا ينكرون. مثلا فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما، فلا تقل وقل. مثال ثاني ناخذ مثلا في القرآن الكريم، فلا تخشوا الناس واخشون، يبقى أمر ونهي أو إثبات ونفي، كل هذه من طباق السلب، تمام. هناخد بعد كده المقابلة، المقابلة برضو هي مثل الطباق، لكن المقابلة بيؤتى فيها بمعنيين متوافقين أو أكثر، يعني الجمع بين معاني متوافقة ثم بمقابل هذه المعاني، ما يقابل هذه المعاني. يبقى الفرق بين الطباق والمقابلة إن الطباق يأتي في الأضداد، المقابلة قد تأتي في الأضداد وغير الأضداد، يبقى فيها توسع شوي، وإن المقابلة بتكون في أكثر معنيين في أكثر، أما الطباق بيكون بين لفظين مفردين. صور المقابلة إيه اللي ممكن تكون بين معنيين ومعنيين، وبين ثلاثة وثلاثة، أو أربعة وأربعة، وخمسة وخمسة، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يبقى جمع بين الضحك والقلة ثم ما يقابلهما البكاء والكثرة، تمام. ثلاثة بثلاث، يحل لهم الطيبات، يحل لهم الطيبات، عكسهم يحرم عليهم الخبائث، ثلاثة بثلاثة. أربعة بأربعة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أدي أربعة، ثم ما يقابل الأربعة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وممكن يبقى أكثر، ممكن أقصى رقم يوصل لهذا قالوا ستة بستة، أي على رأس عبد عبد، على رأس عبد تاج عز يزينه، وفي رجل حر قيد ذل يشينه، يبقى على ورأس وعبد وتاج وعز ويزينه، ثم ذكر مقابل هذه الألفاظ الستة في ورجل وحر وقيد وذل ويشين. إذن هذه المقابلة بتكون أوسع من الطباق. مراعاة النظير، وهي ائتلاف اللفظ مع المعنى أو ائتلاف اللفظ مع اللفظ. مراعاة النظير أن يجمع بين الشيء وما يناسبه، وما يناسبه، يعني أنا بتكلم عن السماء أجمع بين الشمس والقمر والنجوم في كلام واحد، يبقى هذا مراعاة نظير. أتكلم عن النبات أجمع بين الشجر والزهور والثمار، يبقى هذا مراعاة نظير. قال لي قد يكون الائتلاف هذا لللفظ مع اللفظ، يعني اللفظ يناسب اللفظ، الذين يكنزون الذهب والفضة، يبقى جمع بين الذهب والفضة النقدين لأنه يناسب بعضهما البعض، فهذا لفظ يناسب اللفظ الآخر. قال لي قد يكون ائتلاف اللفظ مع المعنى، يعني مع المعنى، يعني أني أجمع مثلا العبارة الواحدة معاني، العبارة اللي فيها مثلا يعني موضع الرقة والعذوبة واللين لا الألفاظ سهلة وخفيفة، موقف الشدة لا الألفاظ إيه قوية شديدة، يعني مثلا في حوار سيدنا إبراهيم مع أبي، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، مقام الرقة، قال يا أبتي لم يقل يا أبي، ثم قال إني أخاف، ما قالش إني أعلم، ثم ذكر المس أن يمسك ولم يقل أن يصيبك، ثم قال عذاب نكرة، ثم قال من الرحمن ولم يقل من المنتقم الجبار، فالألفاظ هنا تناسب الرحمة والرأفة والقلة التي يرعاها سيدنا إبراهيم مع أبيه في دعوته إلى الإسلام. لكن في مقام الغضب يقول الشاعر مثلا إن إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تقطر الدم، يعني لما غضبنا بيوصل للشمس نجعل الشمس تنزل دما، يعني كلام قال كما قال النقاد يخلع القلوب، يتنخلع له القلوب من الخوف والرعب غضب هؤلاء الناس، هذا موقف وهذا موقف. ائتلاف المعنى مع المعنى وما يسمى بتشابه الأطراف، يعني أنا أختم كلامي بما يناسب أوله وآخره،
وخير الكلام ما دل أوله على آخره، يعني كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللطيف يناسب لا تدركه الأبصار، لأن اللطف في اللغة معنى الدقة، معنى هنا يبقى عدم الإدراك يناسب قول الله عز وجل اللطيف، وهو يدرك الأبصار يناسب أن يختمها بقوله الخبير، فالله عز وجل خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كما قالوا أيضا إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كان الظاهر كما يقول العلماء إن مثلا الظاهر أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لكن عدل عن الغفور الرحيم وجاء بالعزيز الحكيم، لأن هذه هي البلاغة في قمتها أن يختم الآية بالعزيز الحكيم. ليه؟ لأن الله عز وجل سيعفو عمن أساء، سيعفو عمن يستحق العقوبة، والله عز وجل ولا يعفو عمن يستحق العقوبة إلا من كان عزيزا لا يغالب ليس فوقه أحد، فالله عزيز يملك أن يعفو عمن يستحق العذاب. طيب وإذا تصرف الله عز وجل هذا العمل، وإذا عفى الله عز وجل عمن يستحق العذاب فلا يسأل عما يفعل، لأن في هذا حكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل فلا يعترض إليه. لهذا كان وصفه بالحكيم الله عز وجل في يعني في عفو هذا عمن يستحق فيه حكمة، وإن كنا نجهلها لكنها لا تصدر إلا عن حكمة يعلمها الله عز وجل. بعد ذلك إهام التناسب. إهام التناسب معناه إيه؟ إهام التناسب معناه إن أنا أجيب لفظ، هذا اللفظ له معنى قريب من المعنى المذكور، يعني بيقول إيه في التعريف؟ أن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين، أحدهما يناسب ما جاء في الكلام، أحدهما يناسب ما جاء في الكلام من معاني لكنه غير مراد، والمراد هو المعنى الآخر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر. فما معنى النجم؟ بعد أن ذكر الشمس والقمر قال والنجم، ما معنى كلمة النجم؟ النجم في ظاهرها، في ظاهرها تدل على أنه الكوكب اللامع المضيء بدليل ذكر الشمس والقمر، لكن لا، هذا معنى ظاهر غير مراد. كلمة النجم هنا في الآية معناها النبات الذي لا ساق له، النبات الذي لا ساق له، النجم والشجر يسجدان. يبقى كلمة النجم بالنظر إلى الشمس والقمر فيها إهام تناسب، لأنها لا يقصد بها الكوكب وإنما يقصد بها النبات، وبالنظر إلى كلمة الشجر فيها مراعاة نظير. يبقى هذا إهام التناسب، لا يقصد باللفظ المعنى الظاهر وإنما يقصد المعنى الآخر. المشاكلة. المشاكلة، المشاكلة يعني مشابهة. وإيه المشاكلة في القرآن الكريم برضو؟ المشاكلة أن ذكر الشيء، ذكر الشيء بلفظ غيره، إن أنا أذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعي في صحبته لفظا أو تقديرا، يعني أنا أعبر عن الشيء ليس بلفظه ولكن بلفظ غيره. ليه؟ لأنه وقع مصاحبا لهذا اللفظ، إما في اللفظ المذكور وإما مقدر. يبقى إذا عندي مشاكلة لفظية في اللفظ ومشاكلة تقديرية، وزي ما ذكرنا في المجاز المرسل وجزاء سيئة سيئة، بعضهم قال مجاز مرسل وبعضهم قال المشاكلة. جزاء سيئة سيئة، كيف يكون جزاء السيئة سيئة؟ جزاء السيئة عقوبة، لماذا سمى العقوبة سيئة؟ مشاكلة للسيئة الأولى، مشابهة لها يعني. ولذلك يقول لك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، هو رد الاعتداء لكن سمى رد الاعتداء اعتداء مشاكلة للاعتداء الأول. ومكروا ومكر الله، يعني سمى عقوبة الله لهم مكر مشاكلة لمكرهم. وإذا خلقوا لشياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، عقوبة الله لهم سماها استهزاء. ليه؟ مشاكلة لقولهم إنما نحن مستهزئون. يبقى هذه قال الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخة، قل لنا شيء نجيد لك الطبخ، قل تطبخوا لي جبة وقميصا، يعني خيطوا لي، لكن عبر عن الخياطة بالطبخ. ليه؟ لمشاكلة للفظ الطبخ. يبقى هذه مشاكلة لفظية. المشاكلة المعنوية أو التقديرية، قالت صبغة الله، ما معنى صبغة الله؟ تطهير الله، يعني الله عز وجل يطهر المسلمين بالإيمان، يطهرنا تطهيرا، فلماذا عبر بالصبغ المشاكلة لفعل النصارى؟ كانوا النصارى يغمزون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقول لا يطهرهم، تمام؟ فالله قولوا لهم آمنا، قولوا آمنا وصبغنا الله بالإيمان وطهرنا به تطهيرا ليس مثل تطهيركم. طب لماذا عبر بالصبغ لمشاكلة لفعل النصارى؟ فده التقدير، ده التقدير، هذه هي المشاكلة. حسن التعليل، حسن التعليل إن أنا بدعي لوصف معين علة مناسبة له باعتبار لطيف. أنا بدعي أنا أعطي لك علة مناسبة فيها اعتبار لطيف بلاغي
غير العلة المذكورة أو غير العلة المعروفة. طيب هذا النوع ليه قسمين، قسم الوصف ثابت في نفسه، الوصف موجود وقصد بيان علته إن في علة معروفة. يعني الشاعر بيقول إيه؟ ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هذا الرجل يقتل أعداءه، يقتل أعداءه، ومعروف إن الإنسان اللي بيقتل أعداءه هذا الوصف هذا له علة، إنه أراد أن يهلك الأعداء ويحقد على أعدائه ويكره أعداءه فينتقم منهم. لكن الشاعر هنا نفى هذه العلة تماما وجاء بعلة أخرى، هو يقتل هؤلاء الناس حتى لا يخيب أمل الوحوش فيه، فالذئاب في الغابات تنتظر منه أن يقتل الناس حتى يجدوا طعامهم، فهو يقتل هؤلاء حتى لا يخلف وعده لهؤلاء الذئاب. هذه العلة، وبالتالي جاء بعلة حسنة مختلفة تماما عما يترقبه الناس. طيب الوصف هنا ثابت وله علة، لكن الشاعر جاء بعلة أخرى. طيب وصف غير ثابت يريد المتكلم إثبات هذا الوصف، هذا الوصف قد يكون ممكنا، يعني ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. هذا الوصف الذي يدعي المتكلم إثباته قد يكون ممكن الحصول وقد لا يكون ممكن الحصول. طيب مثال إيه؟ قالوا يا واشيا حسنت فينا إساءته، يا واشيا حسنت فينا إساءته. يبقى إذن هو أراد إيه بقى؟ أراد أن يقول أن أنا بستحسن إساءة الواشي. في حد يستحسن إساءة الإنسان الواشي فيه؟ هو الشاعر يقول أنا أستحسن إساءة الواشي. يبقى هذا وصف غير موجود لكنه ممكن أنه يحصل، ممكن أنه يقول. طب إيه العلة؟ إيه العلة من استحسانك لإساءة الواشي؟ قال إيه بقى؟ أن نجى حذارك إنساني من الغرق. جعلني أحذر منه، جعلني أحذر. هذه الإساءة لما عرفتها استحسنتها حتى أحزن من هذا الإنسان، فلا تغرق عيني في الدموع ولا أقع في الملامة بعد ذلك، فأعطاني الحذر فاستحسن هذه الإساءة. يبقى وجد علة لوصف غير موجود لكنه ممكن الوقوع. طيب ممكن الوصف يكون غير ممكن الوقوع؟ أهو قال الشاعر: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد إيه؟ عقد منتطق. هنا الشاعر إيه؟ وبيقول نية الجوزاء، الجوزاء هذا برج من بروج السماء يوجد في كواكب كده حواليه كواكب في وسطه، فبيقول ان نية الجوزاء هذا النجم او هذا البرج من بروج السماء ينوي خدمة الرجل الممدوح بتاعه. هذا الوصف غير ممكن لكن وجد له علة حسنة. ما العلة التي جعلتك تقول ان الجوزاء تنوي خدمة الممدوح؟ قال العقد الذي ربطته على وسطها، النجوم التي تلف حولها تدل على أنها شدت نطاقا، وعندما تشد المرأة نطاقا فهذا دليل على أنها تقوم بالإيه؟ بالخدمة. فالتعليل على هذا الوصف هو ما ظهر عليها من عقد منتطق فيه نطاق يلتف حول وسطها اللي هو النجوم التي تلف حول وسطها. تأكيد المدح ما يشبه الذم وعكسه، تأكيد المدح ما يشبه الذم وعكسه. نعم يعني إيه؟ ان انا هاكد المدح لكن بطريقه تشبه الذم، تشبه الايه؟ تشبه الذم شويه. وده بيكون على ثلاث طرق او العكس. اول حاجه ان انا بستثني من صفه ذم منفيه صفه مدح، يعني انا هنفي صفه الذم، هذا ليس فيه يعني مثلا هقول ايه؟ لا يكذب ولا يفعل شيئا مسيئا إلا، أجيب إلا بعدما أقول لا يكذب لا يفعل شيئا مسيئا أجيب إلا. الاستثناء يوحي بأنني سأذكر صفة ذم ثم أفاجئ المتلقي بأن أذكر صفة مدح. يبقى الاستثناء من صفة ذم منفية، من صفة ذم سبق نفيها، إن أنا أجيب مستثنى منه بقى إيه؟ أجيب استثناء هنا مدح. شكرا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا، لا يسمعون فيها في الجنة لغوا ولا تأثيما. عندما أقرأ القرآن إلا يبقى هيسمعوا حاجة من الصفات دي، فإلا قيلا سلاما سلاما، فيجيب صفة مدح. يبقى هنا بيأكد المدح بس بطريقة تشبه الذم، الاستثناء من صفة ذم منفية صفة مدح. لا عيب فيهم ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، يعني الناس دول لا يوجد بهم عيب إلا سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يعني دي مدح، يعني فلول جمع فل، هو ما يرى من أثر في السيف، الحديدة كده عندما نضربها
بتعضعض الطرف بتاعها، السيوف بتاعتها ظهر فيها أثر بسبب إيه؟ بسبب القراع، يعني القتال للكتائب للجيوش. هذا دل على الشجاعة، يعني لا عيب فيهم إلا شجاعتهم. عايز يقول كده، لا عيب فيهم إلا ما فيهم من الشجاعة. قال لك أن يثبت لشيء صفة مدح، إن أنا أثبت لك صفة مدح ثم آتي بأداة استثناء. محمد ده إنسان جميل، إلا أنه إلا أنه دي تعني إيه؟ تعني إيه؟ تعني أنني سأذكر صفة ذم. إلا أنه يعني محمد جميل، إلا أنه كريم، فأنا أكد المدح. يبقى أنا بجيب صفة مدح ثم أستثني منها صفة مدح أخرى. أهو الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، دي صفة جميلة، أخرجوا في سبيل الله بغير حق، ها؟ إلا إيه؟ إلا أن يقولوا ربنا الله، فجاب صفة مدح أخرى، فكده أكد المدح بطريقة تشبه الذم. طيب النوع الثالث قال الاستثناء المفرغ، إن أنا بسلط الاستثناء المفرغ، يعني لا يوجد به مستثنى منه، فيكون العامل اللي فيه معنى الذم مسلط على ما بعد إلا. وما تنقم منا، أنت بتنقم منا إلا إيه؟ إلا أن آمنا، أجيب صفة مدح بعد الاستثناء، يبقى هذا تأكيد للمدح. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يبقى هذا النوع الثالث، ومثله بتماما تأكيد الذم بما يشبه الإيه؟ بيشبه المدح. التورية لفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب غير مراد، المعنى البعيد هو المراد. دي التورية، لفظ له معنيان قريب وبعيد، القريب غير مراد والبعيد هو المراد. هذا اللفظ، هذا المعنى، هذه التورية، تورية مرشحة وتورية إيه؟ وتورية مجردة. تورية مرشحة إن أنا أذكر ما يلائم المعنى القريب، ما يلائم المعنى القريب، وإن أنا أذكر هذا الذي يلائم المعنى القريب إما قبل اللفظ أو بعده. يعني مثلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لفظ يد هنا ليه معنيين، اليد يعني يد الجارحة، ويحمل معنى الذلة والاستكانة وهو المقصود والمراد. ثم ذكر ما يلائم المعنى القريب وهو كلمة يعطوا، وهو كلمة إيه؟ يعطوا. قال الشاعر هو قالت قفوا واستمعوا ما جرى، خالي قد هام به عمي، خالي قد هام به عمي. خالي هنا معناها إيه؟ لها معنيين، معنى خالي في النسب أخو أمي، ومعناها الوشم الذي يكون في الوجه، هو نوع من أنواع الجمال، عنده وشمة في وجهه تسمى الخال أو الخالة، هذه الوشمة هذا يقصدها. معنى قريب خالي النسب أخو الأم، ومعنى بعيد العلامة التي تكون في الوجه وهي نوع من أنواع الجمال. يبقى هنا عبر عن اللفظ يحتمل معنيين، لكنه أراد المعنى البعيد اللي هو الوشم، وذكر ما يلائم القريب اللي هو كلمة عمي، ذكر ما يلائم المعنى القريب. المجردة قال للمجردة لا يذكر معها ما يلائم المعنى القريب، يبقى إما أن يذكر معها ما يلائم المعنى البعيد أو يذكر معها ما يلائم الطرفين. قال الشاعر أيها المنكح الثريا سهيلا، أيها المنكح الثريا سهيلا، الثريا وسهيلا، الشاهد عندي هنا الثريا وسهيلا. الثريا ده يعني بيطلق على نجم، وسهيل بيطلق على نجم، هل يقصد الشاعر منهم النجم الثريا وسهيل؟ ده معنى قريب، لكن في معنى بعيد. ثريا اسم المحبوبة، وسهيل اسم الشاعر، يبقى معنى قريب اللي هو ايه؟ ثريا وسهيل نجوم، ومعنى بعيد اسم المرأة واسم الرجل. أراد المعنى البعيد وذكر ما يلائم المعنى البعيد وهو قول المنكح، فكلمة المنكح هنا تناسب المرأة. أو يذكر مع ما يلائم الطرفين الاثنين، يبقى هي برضو استعارة إيه؟ تورية، يبقى هي تورية إيه؟ مجردة، تورية مجردة، يبقى تورية مرشحة وتورية مجردة. تورية اللي يذكر معها ما يلائم الطرفين، قال شاء يمر بي كل وقت وكلما مر يحلو. فكلمة كلما مر يحلو، مر لها معنيين، ممكن من المرارة اللي هو عكس الحلاوة، وممكن من المرور اللي هو التجاوز. طيب ذكر ما يلائم المقصود إيه؟ المقصود المرور، وكلما تجاوز، وكلما تجاوز هذا هو المعنى المقصود. طيب ذكر ما يلائم المعنى القريب، قال لي يحلو، هذا يناسب المرارة. طب ذكر ما يلائم المعنى المقصود البعيد، قال لي نعم يمر بي كل وقت، فذكر ما يلائم القريب والبعيد، هذه استعارة مجرد. آخر حاجة في المحسنات، محسنات اللفظية، المحسنات اللفظية، والمحسنات اللفظية فيها نوعين، جناس وسجع. الجناس إن تتفق، يتفق اللفظان،
يتفق اللفظان في أربعة أشياء. ده التام يعني الجناس، اتحاد اللفظين أو تشابههما في اللفظ واختلافهم في المعنى، إن اللفظين يتفق في الحروف ويختلف في المعنى. طيب إما أن يتفق في كل شيء فيكون الجناس تام، وإما أن يختلف في بعض الأشياء فيكون الجناس غير تام. الجناس التام أن يتفق اللفظان في نوع الحروف وترتيب الحروف وهيئات الحروف، يبقى نوع الحروف وعدد الحروف وترتيب الحروف وهيئات الحروف، يبقى ده جناس تام في كل شيء. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. الساعة والساعة، يوم تقوم الساعة معناها القيامة، يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة معناها الجزء القليل من الوقت. إذن اللفظ تكرر بنفس الحروف لكن المعنى مختلف، واتفقوا في الاثنين اسم أهو. طيب هذا الجناس التام ذكروا في الكتاب ثلاث أقسام: مماثل ومستوفي ومركب. المماثل إن اللفظان اتفقوا في نوع الحروف، يعني الاثنين اسمين فعلين حرفين. طيب لو أنا خدت الاسمين أو ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة، الساعة والساعة اسمين، بتقول لي الفعلين فلان يضرب في البيداء فلا يضل، ويضرب في الهيجاء فلا يكل. يضرب في البيداء يعني في الصحراء، يعني يمشي في الصحراء، يبقى يضرب يعني يمشي، ويضرب في الهيجاء يعني في الحرب يعني يقتل. يبقى يضرب هنا بمعنى يمشي، ويضرب هنا بمعنى يقتل، ودول فعلين. طيب تزرع بالصبر تظفر به، تزرع بالصبر يبقى الباء هنا معناها التعدية، تظفر به معناها السببية، تظفر بسببه، يبقى الباء تكررت، الأولى بمعنى التعدية والثانية بمعنى السببية. طيب إيه المستوفي؟ قال له بيختلف في نوع الكلمة، يعني واحد اسم واحد فعل، أو واحد فعل واحد حرف، أو واحد حرف واحد فعل. أو ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. يحيى فعل، يحيى بن عبد الله اسم، يبقى جمع بين الفعل والاسم، يبقى هذا جناس مستوفي. طيب على محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنام، على فعل، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ارتفع، على جميع الأنام على الثانية حرف، يبقى هنا ايه ما بين فعل وحرف. رب رجل شرب رب رجل آخر، رب الأولانية حرف بفيد التقليل أو التكثير، أما رب الثانية بتفيد الشراب المشروب، يبقى هنا ايه حرف واسم. طيب المركب، قال لي المركب ممكن بقى يكون اللفظين مركبين أو أحدهما مركب والآخر مفرد. نشوف كده الأمثلة على طول: فلم تضع الأعادي قدر شاني، ولا قالوا فلان قدر شاني. فلم تضع الأعادي قدر شاني مكون من كلمتين القدر والشأن، ثم قال ولا قالوا فلان قدر شاني مكونة من قد والفعل رشاني رشا، يبقى هنا مكونة من اسمين وهنا مكونة من حرف وإيه؟ مكونة من حرف وفعل. طيب أحد اللفظين مركب والآخر مفرد، وده بيسموه المرفوع والمتشابه والمفروق. المرفوع هو مركب من كلمة وجزء كلمة، أهذا مصاب أم طعم مصاب، يبقى كلمة مصاب ثم قال طعم مصاب، يبقى ميم هي في الكلمة طعم وصاب، يبقى جزء من كلمة وجزء من طعم وصاب اللي هو إيه العلقم، يبقى مكون من جزء كلمة. المتشابه اللفظ المركب فيه مركب من كلمتين بس بيتفقوا في الخط، الاثنين هيتفقوا في الخط. إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة، يعني ذاهبة يعني صاحب هبة صاحب عطاء، إذا ملك لم يكن صاحب هدية صاحب عطاء فدعه فدولته ذاهبة يعني قائلة للسقوط. إذن اللفظ هنا اتفق في الخط، فإن اختلف في الخط فهو المفروق، إن اختلف في الخط فهو المفروق. كن كيف شئت عن الهوى لا أنتهي حتى تعود للحياة وأنتهي، يبقى أنت هي، يبقى كده كلمتين، أنتهي فعل، اختلف هنا في الخط، إذن هذا هو المفروق. الجناس غير التام اختلف اللفظان فيه في نوع الحروف أو عدد الحروف أو هيئات الحروف أو ترتيب الحروف. طيب ناخد السجع، السجع آخر حاجة في الجناس، آخر حاجة في المحسنات البديعية، هو توافق أو اتفاق الفاصلتين من النثر على حرف واحد، يعني اختلاف
آخر حرف في كل فقرة، أو اتفاق آخر حرف في كل فقرة بما يتفق مع الفقرة السابقة. هقول مثلا المثال، يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا. يبقى أنا كده اسمه إيه؟ اسمه سجع. إن أنا بجيب آخر حرف في كل فقرة وبالتالي أخليه مشابه لآخر حرف فقرة سابقة. لو أنا بخطب مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. يبقى أنا كده بسميه سجع. هذا التشابه آخر كل فقرة بسابقتها بيسمى ساجع. اختلاف قضية الإعجاز القرآني ظهر في خلال الساجع، هل نسمي ما ورد في القرآن الكريم ساجع ولا نسميه فاصلة؟ في مذاهب، المذهب الأول كانوا ينزهون القرآن الكريم عن أن يسمونه ساجع، يعني إيه؟ مش هننزه القرآن أن نقول فيه ساجع. وهم اختلفوا إلى فرقتين، فرقة لا ينفي الساجع في القرآن الكريم ولكن يتحرج من إطلاق كلمة ساجع عليه في القرآن، ويقول الأولى أن نسميه فاصلة، الأولى أن نسميه فواصل ولا نسميه ساجع. والآخر بينفي السجع جملة وتفصيلا من القرآن الكريم ويسميه فاصلة قرآنية. المذهب الثاني يجيزون إطلاق كلمة السجع على ما ورد في القرآن الكريم. هذا ما يتعلق بعلم البديع. أما ما يتعلق بعلم المعاني، وهذا آخر شيء مذكور في البلاغة العربية، فقد ذكر المؤلف فيه نموذجا واحدا منه وهو القصر، مبحث القصر. عارفين علم المعاني أطول علوم البلاغة العربية. علم المعاني يشمل الإسناد الخبري والأساليب الإنشائية والذكر والحذف والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة والقصر. فذكر نموذجا واحدا من علم المعاني وهو أسلوب القصر. أسلوب القصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، إن أنا بخصص شيء بشيء بطريق مخصوص، يعني إن أنا أخصص صفة بموصوف أو أخصص موصوف بصفة. أقول مثلا ما علي إلا شاعر، يبقى أنا خصصت علي بالشعر ونفيت عنه كل الصفات على سبيل الادعاء، أو نفيت عنه صفة معينة اللي هي الكتابة. ما لا خالق إلا الله، خصصت صفة الخلق بواحد فقط والله عز وجل. لا رازق إلا الله، خصصت صفة، قصرت صفة الرزق على واحد فقط والله عز وجل. إذن عندي مقصور، وعندي مقصور عليه، وعندي أداة القصر اللي هو طريق من طرق القصر. طيب تقسيمات القصر اللي باعتبار عموم النفي وخصوصه ينقسم إلى قصر حقيقي وقصر إضافي. قصر حقيقي إن يختص فيه المقصور بالمقصور عليه ولا يتعداه إلى غيره مطلقا، يعني النفي فيه عام الجميع ما عدا المقصور عليه. فلما أقول ما خالق إلا الله، يبقى أنا قصرت الخلق على واحد فقط الله عز وجل، ونفيته عن جميع ما عدا الله عز وجل، واختص الصفة اللي هي الخلق بواحد فقط هو الله، ونفيتها عن جميع ما عدا الله، يبقى ده قصر حقيقي. طيب قصر إضافي إن أنا أنفي، أثبت صفة لموصوف، أو أثبت موصوف على صفة، أو أقصر موصوف على صفة بالإضافة إلى شيء واحد معين، إلى شيء واحد معين. يعني مثلا لما نقول أهو مثال، ما محمد إلا كاتب، ما محمد إلا كاتب، يعني أنا قصرت محمد على صفة الكتابة بس بالنسبة إلى صفة الشعر، يعني أنا أثبتت للكتابة ونفيت عنه الشعر، وليس المقصود نفي جميع الصفات. فده اسمه قصر إيه؟ قصر إضافي باعتبار الطرفين، إما أن يكون قصر صفة على موصوف أو قصر موصوف على صفة. يعني لما أقول مثلا وما محمد إلا رسول، ده أسلوب إيه؟ قصر. قصرت إيه على إيه؟ قصرت النبي صلى الله عليه وسلم محمد على صفة واحدة فقط، هي صفة الإيه؟ صفة الرسالة، ونفيت صفة معينة كانت في ذهن الناس هي صفة الخلود، يبقى موصوف على صفة. وقد يكون صفة على موصوف، لا إله إلا الله، يبقى أنا هنا أثبتت صفة الألوهية على الله عز وجل ونفيتها عن كل ما عداه. لا رازق إلا الله، قصر صفة على موصوف. قد يكون هذا القصر على سبيل الحقيقة، وقد يكون على سبيل الادعاء. يعني الادعاء يعني ما محمد إلا شاعر، يبقى قصرت محمد على صفة الشاعرية ونفيت عنه جميع الصفات، هذا ليس مطابقا للواقع، هذا فيه مبالغة، هذا كأننا بقول الصفة البارزة في محمد هي صفة الشعر ولا أعتد بأي صفة أخرى، فده ادعاء. لكن أما أقول لا خالق إلا الله، دي قصر حقيقي تحقيقي،
لأنه قصر صفة الخلق على الله عز وجل ونفاها عن جميع ما عداه، لا يوجد. هذا قصر إيه؟ باعتبار الطرفين صفة على موصوف أو موصوف على صفة. أقل تقسيم الحقيقي باعتبار الحقيقة والادعاء. باعتبار حال المخاطب قال لي ينقسم إلى ثلاث أقسام: قصر قلب، قصر إفراد، قصر تعيين. ده باعتبار المخاطب، أنا هكلم مين؟ القصر هنا بينظر إلى حال المخاطب وليس إلى حال المتكلم. طيب المخاطب يعتقد العكس، هفترض أن الكلام على لا معقل للعروبة إلا مصر، وأنا هخاطب بها واحد يعتقد عكس هذه المعلومة، يعتقد أن معقل العروبة دولة أخرى، فأنا أقول لا معقل للعروبة إلا مثل هذا الشخص. هذا الشخص إذا كان يعتقد أن معقل العروبة غير مصر فهذا القصر يسمى قصر قلب، لأن أنا قلبت له المعنى عكس المعنى الذي في ذهني، إذا ده قصر قلب. طب قصر إفراد، قصر إفراد إن واحد يعتقد أن الاثنين مشتركين في صفة معينة أو في موصوفين معينين لصفة واحدة، فأنا أفرد له شيء واحد، أقول له لا شاعر إلا البارودي، يبقى أنا قصرت الشعر على البارودي لمن يعتقد أن الشاعر البارودي والعقاد، يبقى ده قصر إفراد. هو بيعتقد الشركة، بيعتقد أن الشاعرية بين البارودي والعقاد، فأنا أعمل إيه؟ أفرد له واحد دون الآخر، فأقول لا شاعر إلا البارودي، يبقى ده اسمه قصر إفراد. وما محمد إلا رسول، يبقى أنا هنا أثبت لمحمد صفة الإيه؟ صفة الرسالة، لمن يعتقد، لمن كان يعتقد أنه يجمع بين الرسالة والخلود، يجمع بين صفتين، فأفردت له صفة واحدة هي صفة الرسالة ونفيت عنه الصفة الأخرى، إذن قصر إفراد. آخر قصر فيه اللي قصر إيه؟ قصر التعيين، وهذا يخاطب به من يكون مترددا وشاكا لا يعرف، يعني من فيه قول ما زكي إلا محمود، واحد شخص متردد بين محمود وعادل، بين محمود وخالد، متردد لا يعرف من الزكي فيهم، من الناجح فيهم، ما ناجح إلا علي، لا يعرف من الناجح علي ولا محمود، أقول له ما زكي إلا محمود، لمن يعتقد أو لمن يتردد بين محمود وعلي، تمام؟ لا ما محمد إلا ناجح، لمن يعتقد شاكك وناجح ولا راسب، ناجح أم راسب، متردد، فبقول له لا قصر تعيين ما علي إلا ناجح، يبقى هذا قصر إيه؟ قصر تعيين. آخر شيء وما عبر عنه الكتاب بطرق القصر، هذا القصر يعبر عنه بواحد من أربع طرق، أربع طرق، طريق النفي والاستثناء، وما محمد إلا رسول، ده طريق نفي واستثناء، ما محمد إلا شاعر، لا شاعر إلا، لا شاعر إلا علي، لا رازق إلا الله، لا إله إلا الله، تمام؟ هذا أسلوب نفي واستثناء. الطريق الثاني إنما، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قصر خشية الله على العلماء مؤخره، يبقى طريق إنما، النفي والاستثناء إنما. بعد كده قال لي إيه؟ قال لي طريق التقديم، تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد إياك نستعين، هي أصلها نعبدك، لو قلنا نعبدك يبقى معناها نعبد الله ومن الممكن أن نعبد غير الله، لكن عشان فيها قصر قدم المفعول به اللي هو الإياك أصبح قصر واختصاص، أي نخصك وحدك بالعبادة دون غيرك، يبقى ده أسلوب قصر، تقديم ما حقه التأخير. العطف ببل ولا ولكن، ما محمد شاعر لكن علي، مثلا يعني ما محمد شاعر لكن علي، أجيب مثال تاني في العطف، أقول إيه؟ الله ربي لا غيره، محمد خاتم الأنبياء لا غيره، ما زهير خطيبا بل سحبان أو لكن سحبان. إذن أنا أثبت بوسيلة من وسائل العطف، أثبت شيء لواحد وأنفي عن آخر، لأن القصر هو إثبات ونفي، إثبات ونفي، إن أنا أثبت لا رازق إلا الله، يبقى أنا هو أقول إيه؟ أثبت الرزق لله وأنفي عن غير ما عدا الله، يبقى أي أسلوب فيه قصر هو إثبات ونفي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وفق الله الجميع لمراضيه، وجنبكم مساخطه ومناهيه، وجعل مستقبل حالكم خيرا من ماضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.